الليلة الليلة تسهروا مع ضيفة مهم ياسر فنان. باش نقولوا لكم مرحبا مرحبا بكم في هذا الفضاء، فضاءكم الجميع. يلا يلا جاو هوني جاو هوني، تلموا تلموا، مرحبا بكم مرحبا بكم. لا الدخان لا 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 الدخان لا، يعيشك يعيشك، نحترموا نحترموا، ثم اطفال وبنات وصغار وشباب ونساء وحبلات. انت اقعد غادي صحيت، دفعت انت 200 فرنك صحيت، اقعد اقعد، نحي من غادي القلوب يا ولدي، نحي من القلوب من يدك، نحي القلوب من يدك صحيت. اليوم معنا ضيف مهم ياسر، نكتشفوا بعد حين الضيف هذا يا رفيق بن سيدك. اي اكشن. فوالا مرحبا بكم في حصتكم المعتاده البارش، تتعدى على استراليا تي في كل نهار ثلاث. اليوم تنقلنا من الفضاء المعتاد اللي تشوفوه كل حصه، جينا الفضاء سبيسيال مازال جديد اللي هو المخزن. كي نقول المخزن نقول محمد علي بن جمعه. مرحبا بك محمد علي بن جمعه. وبيك انت اكثر. محمد علي شنو يحوالك؟ صافا لاباس لاباس عليك، امورك باهيه؟ تو كي نحب كلاسيك انا وين باش نحطك معنا؟ تقول مؤدي انتربريت. انتربريت والراب ولا هذيك الكل تدخل في الانتربريت. انتربريت معناها يقول نص، يقولوا شاعري او يقولوا على ريتم ايقاعي ولا راب، ولا يقولوا في مسرح تراجيك، ولا يقرا نص مسمادح، ولا نص شكسبير، ولا نص الجعايبي. انتربريت كيما الهادي السملالي، واحنا في باب سويق تولي نجبد من القديم. انا نحب تحت السور برشا، نحب علي الدعاج وكاراباكا وشله ذيك المحلاها. تو احنا في باب سويق، هذه حومتك محمد علي. كي تجي تشوف مش حومتي 100%، حومه الوالد كان تاجر هنا، قعد اكثر من 50 سنه تاجر، تو روتريتي روح للبلاد، دار ماماتي هنا قريبه في بحر القلالين، وانا تسكعت وتربيت وفهمت الدنيا في باب سويقه وما جوارها. قال الراجل معناها بدايتك من هنا. بدايتي من هنا، خاطر كي تجي تشوف مخضرم مولود في حي شيك، متربي في الربط، ميتيول فيل باب سويقه. تقول انت ما يقرا ما يجيوش لبعض، مي في الخلطه نتاعي فيها ميتيول فيل وباب سويقه. باهي، كيفاش بديت محمد المشوار الفني؟ بديت اوبسرفاتور، نتفرج. تتفرج؟ نتفرج كيما اي. انت عمرك قداش؟ ولاد صغير نتفرج في الرايونو. اتفرج في التلفزه معناها؟ نتفرج في التلفزه. ولايت صغير تفرج تلفزه، اما التلفزه عدات لي حاجات معناها. اول مسرحيه نتفرج فيها تلفزيا هي غسلت النوادر. سما مخكي. غسلت النوادر في الثمانينات، اما تعديت في التلفزه 82 3 4 5 غادي وبديت انا نفهم شويه اللي ثم مسرح، وثم مسرح ما يشبهش للماريشال، وما يشبهش لعلي بن عياد، وما يشبهش لعادل امام. ثم مسرح عجبني. اللي هو متجرد من برشا حاجات، وكل مسرح هذاك شدني. بعديك الميدان دخلت فيغورون انا من الاول. فيغورون رقص مين شنو في الشارع. خدمت في برشا افلام تاع كوره، مي خدمت في افلام تونسيه فيغورون، مثلا المرحوم ابراهيم باباي. ليله السنوات العشر. عملت فيغوراسيون. نتفكر فيغوراسيون في زازو دو لافاك، سو واحد يحكي على الفيغوراسيون. اما سي تري انتريسون، راه خاطر وقتها وين تشوف البلاتو ومنبهر بالعالم هذاك تاع السينما. زازو دو لافاك نحس في عركه ما بين جمال ساسي وانيس الرعاش، معناها جوست نحس في عركه في بواطا. بعد تشديت بالحكايه الكاميرا، خدمت فيغوراسيون، بعديك امتي رول. معناها انا كاريري بديتها بالحق درجه درجه، كل درجه تاخذ وقتها. معناها حتى اللي قلت جمله، بعديك خديت امتي رول، بعديك رول برانسيبال، بعديك بديت نكون بروفيسيونيل وناخذ ادوار. باهي نبدا لك بالمسرح محمد علي. المشوار المسرحي كيف بدا؟ انا نسميه وقت اللي كنت اماتور دانسور. نتسمى المسرح بديته في الشارع، ساعة تنحي الحشمة وتعمل المسرح نتاع الشارع بالحركة السامتة الراقصة اللي هو السمرف والهيب هوب والبريك دانس والإلكتريك بوغي. بعد بالركول وليت نفسر، نقول وقت لبسنا ماسك وعملنا بلار وعملنا الميم، واحنا ما في بالناش اسمه الشيء هذاك، ما نعرفش الكوميديا ديلارتي والبونتوميم والميم. من بعديك فهمت اللي ثم هذاك مسرح وهذاك ماسك وهذاك النومرو تاع كاباري ونومرو تاع ميوزيكول، هذاك الشارع الاماتوريزم.
اول ستاج بروفيسيونيل في المسرح الوطني اون 88 89. عملوا ستاج كبير باش ياخذوا ممثلين باش يعملوا عايش شكسبير. يعيش شكسبير. تفكرها يعيش شكسبير. عملت ستاج وتقبلت في الاوديسيون، لكن بابا منعني. قال لي لا، كمل قرايتك زيني بالمسرح وكذا. واحد من الحلفه وين جا الباب سيو، قال البابا ولدك في المسرح ريت وغادي بنات وكولونات ونوال اسكندراني ودونس وغران تيكار، شو يعمل غادي؟ باش يفسد لك. هذيك النكسه الاولى خويا، وانا فرحان روف بن عمر يروح بيا للدار، كنت عنده اوتو بيانكي مزيانه. وقتها انا نطير بالفرحه. محمد دريس تقابل مع بابا، هم زوز قصار عينيهم فاتحين كيما ستيل بورقيب، عرفت يحكيوا برشا، واحد تاجر والاخر متكلماني تاع مسرح. قالوا ولدي 18 سنه مينور ما عادش نحبوا يجي لهنا. قالوا حاضر سي مختار. اما بعد الحاجه البيه توا رجعتني كل بسيكات، رجعت نحكي على الصغر. توا علاقتي مع بابا علاقه اخرى. ثم ريكونيسونس صارت منه هو للشيء اللي نعمل فيه. هو شي يسمع كلام الناس يحكيو، يقرا يشوف يفهم اللي ولده ما هلكش اسم العائله كي دخل الفن. خاطر الفن ما ثمك البروجيجي فن. قبل كنت نمشي نترينا دونس او نمشي راني دونس، نقول له ماشي نعمل سبور باش نيفيتي نمشي نعمل دونس. شنو دونس يعجبكش؟ اي هنا اش تعمل انا دونس. كنت نلبس الشخصيه اللي نعيشها في الشارع وقت السميرف والهيب هوب، نلبس شخصيتي في الجراج عندي لوج وخزانه، نلبس لبسه اخرى اللي ميراهيش دارنا. دونك الدفي مع داركم وقتاش بدا بالحق معناها؟ اول عمل الدفي مع الدار ساعه اول مسح. حاجه اذا انا شديت صحيح طردت من الدار، سي سامبل. اذا انا شديت صحيح بابا كلم عليا الامن باش هزوني من الدار باش نعدي عام جيش. انا الدفي كبير مش معناها ما برا روح ولا بروسكن في دار عمتك ولا ما تعملش. لا لا دفي معناها جاني بريغاد للدار بالبريغاد. بالحق بشوي بشوي معناها نتفكر. اول عمل مسرحي معناها بالكدا هو عصافر جنة عام 98. ابار الفورماسيون داكتور عملتها عند فاضل الجزيري. وذاك علاش تطبعت بالموسيقى. انا كنت كورال في الحضره مثلا ونطلب من فاضل نقول له اعمل مسرحيه فيلم، انا نحب انا اكتور امان. يقول لي تعلم ساعه نص الحضره، احفظ انطق مليح، تولي عندك ذاكره، تولي تعمل فوكاليز، بعديك تفهم اللي شيء ذاك الباز تاع الاكتور، تكون عندك ميموار، تكون ديسيبليني. انا قاعد في ما بين 80 واحد ديريجي فينا سمير العقربي، وقت اللي انا نحب نكذب ما نغنيش نعمل هكي في قبيه ونجرب تينور التو الفوق لوطه اكل مشيخه، اش عندهم اصوات واش عندهم خنار واش عندهم جو. هذيك ولا عندي فيكو وثقافه صغيره موسيقيه من الباركور اللي عملته مع فاضل الجزيري. فاضل الجزيري عملنا مسرحيه فشلت هي، خاطر تلعبت عرض بركه في دقه، معنا اول مسرحيه عمري 21 سنه في دقه، شكل مسرح لبنين اسمها لي باسيوني المغرمون، كل عين تعشق حليوة، تعرف اغنيه الشيخ امام من غادي تحكي. وقت عملت رول يا بابا. النكسه الثانيه انه المسرحيه ذيك تحت في الماء سانسرت شويه وهو تعدل حاجه اخرى. الجزيري في كي حاجه ما تمشيش تعدل حاجه اخرى. وبعد جات تجربه جنون مع فاضل. قبل جنون مسرحيين عملت ستاج مع رجاء بن عمار، وعملنا مسرحيه مع سيمون صفصايم في المسرح فو اسمها المنشار الحائر. من المنشار الحائر تعديت الستاج عند جعابي بثلاثة شهر. من الستاج هذاك قمرني خذاني بوغ اون بيس ما نعرفش شنو هي. وجاني شوا اونتر بيس دو تياتر مع فاضل جعابي اللي ما نعرفش قيمه الدور، ما نعرفش الاستوار، وفيلم مع عبتيف بن عمار. اك شوا صعيب 10 ملايين. انا وقتها عمري 28 سنه ولا 29، 10 ملايين رول برانسيبال في فيلم مع مخرج محترم. جعايبي، جليله بكار، فاطمه بن سعيدين، انا مغروم بها. شو نعم؟ مشيت للجزيري. سي فاضل اقترحوا عليا هكا وهكا، قال لي اعملهم الزوز. قال لي صور الفيلم بالحق.
وجعابي يستناك. عبد اللطيف مرة خذاني في الفيلم، مرة يرخي العين، مرة نعطيك السيناريو، مرة لا. مشيت كملت ستاج. جي قال سي باش نبداو نصوروا حاجتي بيك. قلت له لحظة، نمشي أنا ساعة نخمم وغدوة نتقابلوا ونعطيك رأي. وقلت له برجولية ما تبطاش في الفيلم الجاي، أنا نحب نعمل مسرح. فاضل ينجم يطردك بعد شهر ما تعجبوش. بيان سور. هالديفي هذاك ولا الشوا هذاك اخترت أنا المسرح. يا أخي شوف فين هزني. هزني لليابون، الأرجنتين، الألمانيا، الهولندا، الأفينيون. بيان سور. معناها هذيك جوسكا ماتون لو رول دو ما في مسرحيا. ولو رول دو تا في محمد داري اللي هو الخا نون 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 في جنون. كيفاش كان؟ كيفاش حضرت له مع فضل الجعايبي؟ كيفاش كانت البريود دي بريباراسيون تاع الشخصيه؟ مو انا نعرفه هو ما يعرفنيش. اي باه جليل بكار راتني في مسلسل باش نبداو متفقين، اللي هو يكره المسلسلات والتلفزه وماك تعرف. قالت له ثم ان جون اللي انتريسون في عشقه وحكايات مع صلاح الدين السيد، نص علي الواتي. مسلسل انا نحبه برشا نحترمه برشا خاطرو بنين ويحكي على واحد انتليكتويل وعنده مكتبه وحكي على مواضيع مهم. ما خذاش سكسي كبير كيما خطب على الباب خاطر جاي بعده، لكن محترم برشا. معناها قمروني في التلفزه، عملت ستاج وانا نعرف رجب بن عمار مليح، فتح الهداوي مليح، نجي ناجح نعرفه مليح، سمعت ونعرف لامين نادي، سمعت كل شيء على الجزيري على الجعايبي وخدمت مع الجزيري. مشيت وانا نعرفه، نعرف كيفاش يخدم. معناها جو سوي بريباري باش نجم نحمله كهو كوتش صعيب. بيرني قطوس بيرني وراسو مزوزم طرناطو. اي سا دو الي دو لانتيريور فير لاكستيريور. عاد تعرف نحكي بعد ما نحكي. انا فخم طلع في الروح. اسمح عندك فوق انا فخم طلع. انا فخم طلع في الروح. فوق عندك فوق عندك فوق عندك فوق. فوق بس ما عندك بزي بزي. انا فخم طلع في الروح. باترو باترو باترو. انا فخم. انا فخم ترى في الروح وانت تواجه فيه كيفاش اللي تواجه فيه ونحكم عليه بالعدل. هي كل مين كيس تشوف كل كذا حطيتو طرف تريسيتي ما يرجع. خدمت حتى اليوم هم فدوا بالخدمه. خدمت صايم نخدم خمسه سوايع نخدم جو بوس جو بوس وما ندعيش كوني بوس مي جو بوس ما طلعتليش بوس. جو غاب جو غيم سي با ان كريم. راسي صحيح مانيش قبيح، كانك فلوكة أنا الريح، نكذب عليك تصفق لي، نمسك عليك تصدقني، سكيزوفرين فنان هاو العنوان إجا قلقني، ديما سيغسين ولا قدام الكاميرا، 40 سنة عمري نعشقها كأنها امرأة، ديما غاكور في الديكور، جو نفي با لاغ بوغ لوغ، جول، تا جول، كيما الفالكون في الأيغوبور، نلبس حالة نفسخ حالة ولو حوال ولات في حالة، نعمل في السينما، حتى حياتي سينما، رمضان تي في قول أكسيون والممثل كي الرحالة. طول العام يعمل في فيلم هو جيعان شبع بطالة. فيكتيم دو مولير، فيكتيم دو شكسبير، تشيك لو بير، جو راب جو ريم سي با ان كريم. هذا تحسبوا راب ولا سلام ولا مسرح، هم زوز كيف كيف، ثلاثة كيف كيف. ميرسي ميرسي. عندما كنت صغيرا كنت احب الكلمات، كنت طفلا. كيفاش واحد فنان عنده آلة كاميرا أو ستيلو أو ميكرو ما يستعملوش لقضية إنسانية؟ هالكلمات أركض الأحلام والأوهام. باش تبكي باش تقول حاجة باش تحكي على الحبس تعرف الحبس تخلط له أموا فيزيتور. أني ظلمت الكلمات وسمعت الناس يصغون لصوت الكلمات، ليس بالهزل ولا بالجهل خوض الكلمات وتألمت كثيرا. في نفس الوقت تولي ثم شك ونشك في بعض. ولقد مت مرارا في سبيل الكلمات، طلبوها ثم جاءوا ورثوها الكلمات، فصدور الناس قد كانت قبول الشرعية الشرعية بها منها وأين الكلمات بيعافيهم من الحس فماتوا الكلمات. كدوا من خرسة إلى تعرف معنى الكلمات، هي لحن بشري رددتها الكلمات. نغم تجي تقضي الحاجة بتهادت في رياض الكلمات.